مشاهدينا الأحبة، طاب وقتكم ومرحبا بكم في ماجازين هذا الأسبوع التي ستأخذكم في رحلة من باريس إلى حضارة ما بين النهرين القديمة عبر آلاف السنين. ماجازين أعدت لكم بورتريه خاص عن البروفيسور العراقي الدكتور إفرام عيسى يوسف، وهو أستاذ الفلسفة والحضارات في فرنسا. ماجازين حاورت الدكتور إفرام عن حضارة وادي الرافدين القديمة، وأيضا فريقها أعد لكم ريبورتاجا مطولا عن كتب الدكتور إفرام، وهي 11 كتاب متخصصة جميعها بالحضارات القديمة، ومنها حضارة ميزوبوتاميا. وأيضا أعددنا لكم ريبورتاجا عن المكتبات في فرنسا، وهي متعددة ومتنوعة وبلغات العالم المحكية. اخترنا لكم المكتبات العربية الكثيرة العدد هنا والغنية بالمؤلفات العربية. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة وطيب الوقت مع ماجازين هذا الأسبوع. المعاهد والمراكز والجامعات في باريس، ومنذ عام 1995 يعمل مديرا لقسم الشرق الأوسط والمغرب العربي في دار النشر لاغماتان، إحدى كبريات دور النشر الفرنسية. ألف البروفيسور إفرام عيسى يوسف 11 كتابا باللغة الفرنسية، وترجمت كتبه فيما بعد إلى اللغة التركية، وأيضا نشرت مؤلفاته باللغة العربية. تعد كتبه مرجعا مهما للدارسين والباحثين في حضارة ما بين النهرين القديمة، وقدم دراسات حول اللغات الشرقية القديمة وأصول الترجمات. مشاهدينا الأحبة، مرحبا بكم في ماجازين هذا الأسبوع، حيث سنستضيف البروفيسور العراقي الكبير الدكتور إفرام عيسى يوسف، أستاذ الفلسفة والحضارات في فرنسا. سنلتقي به حيث يقيم في العاصمة الفرنسية باريس. دكتور إفرام، مرحبا بك. وبيكم أيضا. دكتور إفرام، حضرتك متخصص بالحضارات وعلى وجه الخصوص حضارة وادي الرافدين العريقة والعتيقة. بدي أن أستمع منك شرحا عن حضارة وادي الرافدين أو حضارة ما بين النهرين. حضارة بلاد الرافدين أولا معروفة كأقدم حضارة، أول حضارة لتاريخ البشرية، لأنه هذه الحضارة بدأت من 1000 قبل الميلاد، لكن أخذت انطلاقة جديدة حينما بدأت هذه الحضارة لأول مرة بحدود 3300 سنة قبل الميلاد باختراع الكتابة. فلما الإنسان بدأ يخترع الكتابة اخترع الذاكرة، واخترع كيفية تسليم المعرفة من جيل إلى جيل آخر. فولهذا لم يكن سابق لهذا الشيء في الكرة الأرضية، ولهذا هي الأم كل معنى الكلمة لكل الحضارات اللي جاءت بعدها. وبعدين أنه هالحضارة بدأت تتعاظم وتنتج إبداعات مهمة، يعني ما عدا الكتابة أنتجت القانون، أنه الإنسان يعيش في مجتمع وهذا المجتمع قرر أن يعطي قوانين حتى يعيشون برفاهية وسلام. ولهذا القانون حامورابي، مسألة حامورابي الشهيرة اللي صدرت في حوالي 1700 سنة قبل الميلاد، فلها أهمية أساسية. بعدين أنه تمكن الإنسان أن يفكر في الكون، فالعلوم الفلكية، ويفكر بالملاحم، مثلا ملحمة قلقامش اللي هي لحد اليوم هي مصدر للبحوث والدراسات، وهي مصدر أيضا لفلسفة الإنسان كيف يعيش في هذا العالم، بأنه يعرف بأنه هو ليس أبدي، هو زائل مثل ما اكتشف وعاش ذلك القلقامش الشهير المعروف. طيب دكتور، يعني الحديث كثير عن حضارة ما بين النهرين عالميا، يعني بودي أن تختصر لي تعريف هذه الحضارة. هل حضارة بلاد الرافدين أعطت أولا بحدود لكل الشعوب المجاورة لبلاد الرافدين، أعطت الحرف المسماري، اللغة المسمارية اللي تمكنوا بعدين كل الشعوب إذا كانت
من الإعلاميين ومن الدول والشعوب المجاورة لبلاد الرافدين أن استعمال اللغة المسمارية، فانتشرت الحضارة البلاد الرافدين في العالم كله. الآن حينما تنظر إلى ساعتك الآن، التوقيت، من قام بتوقيت الوقت، تقسيم الوقت؟ هم السومريين، إلى النهار إلى حوالي 60 دقيقة، أو 60 دقيقة إلى 60 ثانية. فالزمن هم اللي قسموا الزمن، ما عدا العلوم الأخرى مثلا علم الرياضيات. ففتحوا آفاق جديدة أنه الإنسان لا يكون فقط كائن يعيش ويأكل ويشرب، بس له مصير، ويفتح المصير ويأسس هو مصيرها هو بيده. ولهذا نشوف بأنه باستمرار قام بصنع عالم جديد، عالم المعرفة، وهذا هام جدا. طب دكتور، مع أهمية هذه الحضارة عالميا ومعرفة واهتمام العالم بها، لكن ما هي أهميتها بالنسبة للعراقيين؟ أولا العراقيين اليوم لازم يعرفون بأنه لهم أرقى وأعظم حضارة للبشرية، والحضارات ما هي شيء من الماضي، لكن الحضارات هي اللي تكونت وجود الإنسان الحالي. لو يعرف العراقي غالبية الأشياء اللي يستعملها اليوم واللي يعيشها هي متأتية من الحضارة السومرية والبابلية والآشورية والكلدانية. لكن مشكلة العراقي اليوم هو أنه يعيش في قصر كبير هائل، وهذا القصر ما يعرف إلا غرفة واحدة فقط. يعني ولم يكتشف الحضارات، لم يكتشف العراقي بصورة عامة ما هي الحضارة السومرية، ما هي الحضارة الأكادية، البابلية، الآشورية. فهذه الحضارات اللي أنجبت كذا إبداع إنساني ما يعرفها. فإذا أنت ما تعرف أي حضارتك فكيف تحبها؟ دكتور، العالم ينظر لهذه الحضارة على أنها إرث كبير وغني ولامع، لكن ما هي أهميتها بالنسبة للعراقيين؟ لو يعرف الإنسان العراقي بأنه هو حمورابي اللي يفكر بأنه كيف يحامي شعبه وكيف يعطيها الرفاهية لهذا الشعب، وبكل وسيلة حاول أن يكون الفقير واليتيم والأرملة يكونوا محامين، يحامي عنهم ويساعدهم. فطبعا هي درس أن للإنسان المعاصر بأنه الرجال العظام في الحضارة البلاد الرافدية كان اهتمامهم بشعبهم ورفاهية شعبهم، وهذا شيء بالنسبة لنا معروف، يعني هام جدا. فمشكلة أنه ما نعرف، فلما ما نعرف حضارتنا ما نحبها، ما نحترمها، ولهذا يبقى أرقى شعب اللي عنده أرقى حضارة فقير بالحضارية. فهي أزمة ومأساة. البروفيسور إفرام عيسى يوسف، دعني وإياك نشاهد ريبورتاج أعده فريق ماجازين حول كتبك ومؤلفاتك، ثم نكمل هذا الحوار. نعم مشاهدينا الأحباء، شاهدوا معي هذا التقرير ثم نكمل هذا الحوار. عمل البروفيسور إفرام عيسى يوسف طيلة 30 عام الماضية في فرنسا على إحياء بحوث عديدة تختص جميعها بالحضارات القديمة لبلاد ما بين النهرين التي تعرف باسم ميزوبوتاميا، وقد درس وحاضر في الجامعات والمعاهد الفرنسية في مادة الحضارات والفلسفة، ونشر 11 كتابا باللغة الفرنسية. الكتب اللي حاولت بالأخص يعني استعمل اللغة الفرنسية، فدائما طبعا يسألوني لماذا ما تكتب، لا تكتب باللغة العربية؟ فحقيقة أنا كتبت باللغة الفرنسية لسببين. أولا شفت بأنه المجتمع الفرنسي يعرف شيء قليل عن حضارة بلاد الرافدين، حضارتنا، لأنه الكتب المؤلفة باللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو الغربية مكتوبة بيد وبخط مختصين الغرب، فيتكلمون عليها كمختصين وكعلماء الآثار، وليس من ناحية الأدبية تقديم مادة للقارئ الشرقي أو الغربي بسهولة. فردت أني كأحد أبناء بلاد الرافدين أن أكتب عن بلاد الرافدين بأسلوب حتى الغرب هو يقرأ ويستلذ بقراءة الحضارة العريقة. ولأهمية هذه الكتب وندرة مادتها العلمية، تميزت في المكتبات العالمية
حيث لم يتطرق لمواضيعها باحثون من قبل باستثناء المستشرقين الأجانب الذين تغيب عنهم الكثير من التفاصيل الدقيقة والمهمة، ولهذا سعت دور نشر عالمية أخرى لترجمتها ومنها المؤسسات التركية. صدر لي لحد الآن 11 كتاب، والكتاب الأول صدر سنة 1993 في دار النشر المعروف هو دار نشر لارناطا الباريسية. وهالكتب بعد ما صدرت باللغة الفرنسية بعدين فقامت بعض ترجمات قسم كبير منها إلى اللغة التركية وبعدين إلى اللغة العربية، بعدين أيضا صدر لي 5 كتب باللغة العربية. وبعد انتشار كتبه بين فرنسا وتركيا واهتمام الصحف العربية بمواده العلمية النادرة وتخصصه المعمق والإحاطة الكاملة بمواضيعه، سعت دور النشر العربية إلى ترجمة عدد من مؤلفات البروفيسور إفرام عيسى إلى اللغة العربية مؤخرا. قمت بتأليف كتابي الأول هو ملحمة دجلة والفرات باللغة الفرنسية، وبعدين ترجم إلى اللغة العربية وإلى اللغة التركية. وبعد ما صدر الكتاب فكتبت كتاب آخر حول حضارة بلاد الرافدين، وهو اسم الكتاب ميزوبوتامي بارادي دي جورز أنسيان. فهذا الكتاب يعني بلاد الرافدين جنته الأيام الخوالي، كيف كانت بلاد حضارة وجنة تماما. فطرقت إلى هذا الموضوع حتى هم القارئ الفرنسي يستند بهالحضارة اللي عطت لذة وشوق للإنسان. مشاريع جديدة وعديدة تدور في ذهن البروفيسور العراقي إفرام عيسى يعمل على تنفيذها في المستقبل، لكن ما كتبه في بداية مشواره يستحق عليه لقب سفير حضارة ما بين النهرين القديمة.